الفيديو اللي اتكلمت عليه قبل كده اللي وعدتكم بيه، اللي بيتكلم عن كل ما يخص العين، كل المشاكل الخاصه بمنطقه العين ومنطقه ما حول العين. زي ما قلت المره اللي فاتت، العين جزء مهم في الوجه، رغم ان هي مساحه صغيره جدا، لكن حقيقي ما كتبوش الادباء والشعراء لما اتكلموا عن العين واتكلموا على قد ايه هي بتعكس حاجات كتير عن صاحبها. هي ما بتعكسش الروح زي ما كان بيتقال في الأدب، لكن بتعكس بعض الأمراض وبعض العادات الصحية والغير صحية لصاحبها. فهي العين بتقول لنا إحنا، ما بقولش إنها بتقول للآخرين حتى، حاجات كتير عن جسمنا. زي إيه؟ في بعض الأمراض اللي بتظهر فعلا واضحة جلية في بياض العين، زي الوردية اللي هي روزيشيا، زي الصفرة. الناس اللي بيجي لهم هيباتايتس إيه بينعكس ده في شكل لون أصفر في العين. الحساسية بتبان في العين. بعض العادات الغير صحية بتظهر واضحة جلية جدا، سواء في العين أو في الجلد حوالين العين، زي عدم النوم عدد ساعات كفاية، زي إن أنا أكون محتاجة نظارة وما بلبسهاش عكس ما الناس متخيلة. دي عادة غير صحية على الإطلاق. أنا لو محتاجة نظارة ونظري محتاج نظارة وأنا بمتنع عن ارتدائها بحجة إن أنا شايفة كويس، الواقع إن أنا شايفة كويس عن طريق إن أنا بضغط على عيني، وعيني بتبذل مجهود مضاعف عشان تقدر تشوف بوضوح، بالتالي العين بيحصل حواليها احتقان وبتسود حواليها. فدي عادة غير صحية على الإطلاق. التدخين، الكحوليات، كل الحاجات دي، استخدام كريمات خاطئة حوالين العين، استخدام بعض الحاجات اللي بتطول الرموش ساعات بتسود حوالين العين. في عادات، في أمراض بتبان في العين، الضغط والسكر بيبانوا بعض الأمر، مشاكل الكلى بتبان في الجلد حوالين العين، الإكزيما التأتوبية والإكزيما الجافة بتبان في الجلد حوالين العين في شكل جفاف شديد جدا، الغدة الدرقية بتبان، مشاكلها كلها بتبان في العين، مش كلها طبعا، بعض مشاكلها بتبان في العين. كل دي أمراض بتبان في العين. فالعين ممكن تعكس لي أمراض، وممكن تعكس لي عادات غير صحية، والجلد حوالين العين ممكن يعكس لي أمراض، وممكن يعكس لي بعض العادات غير الصحية. علاج الهالات السوداء أو علاج كل مشاكل حول العين والتجاعيد، كل المشاكل اللي حوالين العين علاجها بيفرق فيه كتير جدا، عكس العادات الغير صحية اللي أنا اتكلمت عليها من شوية. عشان كده مفيش حل سحري لينا كلنا يحل مشاكل عينينا. أهم خطوة فيها إن احنا نعرف إيه المشكلة وسببها إيه. ده أول خطوة في إن أنا أوصل للحل اللي هينفع معايا أنا. احنا مش كلنا زي بعض، مفيش حاجة اسمها هتولي المنتج السحري اللي هيحل لي كل مشاكل عيني. ما هو ده ليك أنا، ليك غير ليا، غير لكل الناس. استخدام النظارة لو أنا محتاجاها، علاج الجيوب الأنفية لو أنا عندي جيوب أنفية، النوم عدد ساعات كافي في المتوسط بيبقى 7. حالات الحساسية لازم أخد بالي جدا جدا مع أي حاجة تتحط حوالين العين، سواء ميك اب سواء كريمات. ما بستخدمش كريمات الكورتيزون أبدا أبدا حوالين العين وما لا جوه العين، وما بستخدمش كورتيزون أبدا أبدا بدون استشارة طبيب. ما بستخدمش غير الحاجات المخصصة للعين في داخل العين. أمراض الغدة الدرقية لازم تتظبط. الضغوط العصبية لازم أقللها. في نقطة مهمة جدا هنا هي الوقاية من الشمس. لازم أستخدم واقي شمس، أيوة، على الجلد المحيط بالعين، لازم إن أحميها من أشعة الشمس. الترطيب مهم، وترطيب منطقة حوالين العين هو تريكي شوية، لأن مش كل ما يصلح للوجه يصلح كمان لمنطقة حوالين العين. لازم أخد بالي كويس قوي وأنا بختار كريم لمنطقة العين، سواء عشان يعالج التجاعيد أو عشان يعمل بعض الترطيب، لازم أكون حريصة جدا أثناء اختيار. أخيرا، في بقى هيتبقى لو كل الحاجات دي اتصلحت، هيتبقى لينا الجزء الصعب جدا شوية في علاجه، وهو الهالات الداكنة نتيجة وراثة. ده تصبغ بجد ولون بجد، بيفرق فيه بقى علاج بقية الحاجات الباقية كلها، لأن هو هيقلل العوامل الأخرى، لكن في الحالة دي ده بيحتاج علاج بقدر ما. اللون نفسه، بعض كريمات التفتيح بتنفع فيه، بعض الحقن زي البي ار بي، الجروث فاكتورز، كل الحاجات دي بتنفع فيه، الهياليرونيك اسيد الموضعي بينفع فيه، حقن الفيلر تنفع فيه، تنفع لو انا عندي تجويف. كل الحاجات دي هتعمل ايه؟ هتفصل شويه الجلد عن المناطق اللي تحته، فتقلل من ظهور اللون الداكن. التجويف حوالين العين لو موجود، الفيلر بيملاه فبيقفله خالص، فبيبتدي يقلل تاثير التجويف ده على منطقة حوالين العين، والظل اللي بتعكسه العين، والشكل المرهق اللي بتبان بيه العين وهي داخلة لجوه وتحتها تجويف، لأن العين الغائرة دايما بتدي شكل
الى حد ما مش نايم او الى حد ما مرهق، ولو في تجويف هيحتاج ده. لو في دهون تحت العين هتعمل انتفاخات، لو في حاجة تانية عاملة انتفاخات دي هتفرق برضو في اللون تحت العين. ساعات منطقة تحت العين ما بتبقاش مشكلتها التجويف، هو موجود تحت العين. ساعات منطقة تحت العين بتبقى سيئة علشان الوش فقد دهون من منطقة الخد، يعني ساعات بتبقى المشكلة تبدو كأنها حوالين العين بس إصلاحها يبدأ من منتصف الوجه مش من عند الخد. الجفاف حوالين العين وفي داخل العين، ناس اللي عندها إكزيما جافة، الجفاف الشديد ده بيؤدي لأن الناس تقعد تدعك في عينيها، والدعك التدليك ده بيؤثر على أولا بيسبب ترهل في الجفون وبيسبب لون غامق أي منطقة. علشان كده مهم جدا جدا علاج الجفاف داخل العين، بتكلم على جفاف العين نفسها والناس اللي بتلبس كونتاكت لانسز، الناس اللي بتاخد ايزوتريتينوين، كل الناس دي محتاجة قطرة مرطبة. طول ما أنا بستخدم قطرة مرطبة وبرطب منطقة داخل العين أنا مش هدعك فيها وهقلل شوية العوامل اللي بتسبب مشاكل لمنطقة حوالين العين. لكن جفاف الجلد نفسه ما بتستخدم، مش القطرة المرطبة هي الحل، أنا بحط لها كريمات مرطبة من بره. احنا ضربنا مثال بالهياليرونيك أسيد. الغسول للبشرة، لو أنا بستخدم غسول للبشرة الدهنية اللي هو غسول لحب الشباب وبعالج حب الشباب، لازم أخد بالي إن هو ما استخدموش في منطقة حوالين العين، لأن منطقة حوالين العين ما فيهاش غدد دهنية تستقبل الغسول ده وتستحمله ويعالجها، بالعكس هو بيسبب لها جفاف مضاعف. الجفاف بيبين خطوط تحت العين بشكل مش أحسن حاجة. بعمل إيه في التجاعيد حوالين العين لو مضايقاني؟ التجاعيد الناتجة هنا بسبب التكشيرة، هنا بسبب الضحك، لو مضايقاكي خلي بالك ان التجاعيد مش مرض، التجاعيد دي حاجة ظاهرة طبيعية عند كل الناس مع التقدم في العمر. امتى بروح للدكتور واقول انا عايزة اشيلها؟ لما تكون مضايقاني، مضايقاني انا مش مضايقة اي حد تاني. بالتالي لو التجاعيد مضايقاكي اللي هي جنب العين او في النص بين العينين، دي حلها البوتوكس. ليه؟ لان دي بتظهر نتيجة ان احنا عندنا عضلات، عشان وشنا يقدر يعمل اكسبريشنز، يقدر يعمل انطباعات، عندنا عضلات من الجسم ماسكة في الجلد نفسه. العضلات دي ساعات من كتر استخدامها بتبقى طول الوقت مشدودة، بالتالي بتشد على جلد الوجه، مع الوقت بتخلق خطوط، والخطوط دي لو فضلت فترة طويلة بتبتدي تتحفر في الجلد، يبتدي يبقى علاجها أصعب شوية. لو الخطوط دي موجودة علاجها الأمثل هو البوتوكس. البوتوكس بجرعات كويسة مش بيضيع انفعالات الوجه ولا حاجة، حتى لو بتشتغلي في مهنة محتاجة انفعالات مش هيضيعها بالكامل ولا حاجة. البوتوكس فكرته ان هو بيرخي العضلات اللي شد على الجلد، بالتالي الخطوط الظاهرة نتيجة انطباعات الوش هتقل لو مضايقاكي، والخطوط اللي جنب العين كمان بتتعالج بنفس الطريقة. انا ما عندي، لو انتي مش متضايقه من خطوط اللي جنب العين ومش متضايقه من خطوط الضحكه، هي مش مرض، ما فيش مشاكل خالص ان احنا نسيبها. فهي دايما لو مضايقاكي انتي او مضايقه حضرتك انت، مش مضايقه اي حد تاني. لازم مراعاه ان انا وانا بقلل التجاعيد حوالين العين لازم احافظ على شكل طبيعي. يعني لو انا سني مثلا فوق الخمسين، ما ينفعش ان انا انهي تماما خطوط اللي جنب الضحكه دي. بقى في الحالة دي هيبقى شكلي وجهي خالي من التعبيرات، وهيبقى شكل وشي مش مناسب لسني. الشكل الجميل هو الشكل المناسب اللي بيديهوني أنا سني وخبرة السنين وكل حاجة. فلما أكون حسب السن وحسب التجاعيد أنا بقللها، بحرص إن أنا ما بننهيهاش تماما، لأن أنت لو قضيتي عليها بالكامل هتلاقي إن شكل الوش شوية وشكل النظرة في قدر من عدم نقول ايه، فيك، مش حقيقي، لان لازم هيظهر خطوط جنب العين واحنا بنضحك كلنا او اغلبنا. يعني الهدف هو الشكل المناسب للوش، مش الهدف هو ان كلنا نبقى شكل واحد. لازم ودايما حطي في دماغك او حط في دماغك ان دايما هدفنا ايه، الشكل اللي يناسبني انا او شكل اللي يعجبني انا. مفيش اسطمبة واحدة كلنا لازم نبقى عليها عشان يكون شكلنا كويس. العيون الواسعة دايما بتعتبر شكل من أشكال البراءة، يعني حتى الفنانين وهم بيرسموا بيقولوا ان هم كل ما يحبوا يصغروا السن أو يرسموا طفل بيرسموا عينيه واسعة، عشان لما كل ما تاخد جزء أكبر من الوش بتدي شكل أكثر براءة. الخطوط، يبقى احنا الخلاصة بقى حوالين الحاجات اللي حوالين العين، التجاعيد اللي حوالين العين لو مضايقانا، اللي تحت العين بنحسنها بفيلر لو في تجويف، اللي حوالين العين وخطوط الحركيه بنعالجها ببوتوكس لو موجوده. بنحاول ان احنا نعمل ده بدري، كل ما بنعمل بدري الوش، طبعا البوتوكس والفيلرز الاثنين مؤقتين لكن ما بيرجعوش الوش تاني للبيز لاين، يعني لما بيروحوا بيفضل حاله
حاله الجلد افضل مما كانت قبل ما ابتدي احقن، لان هو حتى الهيالورونيك اسيد بيساعد الجلد ان هو يطلع كولاجين ويصنع كولاجين فبيتحسن. انا كده خلصت. طيب لو انا مش عايزه اعمل اي حاجه، كل اللي مطلوب من حضرتك ان انت تحطي الصبح واقي شمس وقايم الشمس، نظاره شمس برضو هتحمي من الشمس، وبالليل ترطيب. انا في رايي لو عشان نتجنب كل المشاكل، المناسب لكل انواع البشره هو الهيالورونيك اسيد. لو محتاجه بقى حاجه سبيسيفيك، ممكن الناس اللي بشرتها دهنيه وتستحمل ممكن تستعمل بعض كريمات التجاعيد اللي فيها ريتينول، ممكن الناس اللي محتاجه ترطيب اعلى تحتاج حاجه فيها كريمات. في رايي ان نبعد بس عن حاجات مش مناسبه، مش لازم كل اللي يناسب الناس يناسبني. شكرا جزيلا.